عمره ما عمل لي مشكلة ولا عملها أي حاجة. تم راح برا بيا وبأخواته وقرايبه، أحب الناس كلها، أحب أهله وأحب الناس، الناس كلها بتحب. عمره ما عمل حاجة وحشة في حد، والله عمره ما عمل حاجة وحشة في حد. كبير والصغير بيحب، دكاترة مسيحيين ومسلمين، الدنيا كلها بتحب. زمايله هيموتوا عشانه، كان يحضر فرح ولا ميتم في حزق ولا عند أهله، يسلم على الكبير والصغير ويحضن عماته ويحضن قرايبه، ما يسيبش حد. خطف يا قلبهم، خطف. كنت أعرف إنه هو نازل لي كده يا قلبهم، ده أنا قاعدة على السلم وهو نازل. اللي مش عايزة حاجة من بره، قلت له يا رايح فين؟ قال رايح أمشي شوي، ما اعرفش انه هيروح ما يردش، ما اعرفش انه هيروح ما يردش. تعرف انه هينزل ويروح ما يردش. كنت مسكت فيه وقلت له تعال تروحش عريس يا قلبي، امه 3 شهور ما فرحش، عملت له حلو كله، عملت له الحلو كله، عملت له فرح حلو وأحسن قاع، كان نفسي أعمل له الحلو كله. عشان إيه غدروا بيه ليه؟ عشان إيه؟ ما عملش حاجة وحشة في حد، مش حاجة وحشة في حد. الكلاب ده براس بيلا هو نعمل وكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفي أهلهم، حسبي الله ونعم الوكيل. ما نسيتوش لحظة حاجة؟ عمري عمري ما نسيته، عمري ما نسيته في لحظة واحدة، ولا نايمة ولا صحي ولا واكلة ولا شرب. حرم علي الفرح كله، حرم علي الضحكة والفرح كله. قلبي قلبي ونور عيني، قلبي ونور عيني حبيبي. كان عريس 3 شهور حتى. افرحش يا البوم، افرحش، كان نفسي افرح. ما كانش له طلبة وانا مودة بالشقة، اهراي كل حيل، كله حيل، كله حيل، كله حيل، اهراك في دي، اهراك في دي، حيل، كله حيل، كل حيل، كل حاجة حلو. لك شفت مش عايز كذا، مش عايز كذا، يقول لا كده حلو اهو، كده حلو. حتى واحنا من قبل العزال ما اختارش حاجة يا البمو، قال هي العرسة تختار. دكتورة اختار يا دكتورة اللي انت عايزاه، ما تختار يا ابني معاها، اطلع معاها شوف، ويروحوا معرض وينزلوا معرضه. كانش بيختار حاجة الناس، قال اللي يختاروه حيل. كان ابني موت، عمره ما كشر في وش حاجة، كل صوره حلو وهو بيضحك، كل صوره بيضحك وفرحان. كان قريب ليك يا حاجة؟ يا أقرب من عيني وأقرب من روحي، أقرب من نور عيني وأقرب من روحي. كل ده عشان مكنة فوري حاجة 300 جنيه؟ ده هو ما كانش بيتعامل مع الواد خالص، تمشي معاه ولا يعرفه، لانه واد وقلل الادب، واد بتاع مخدرات ونسوان وحاجات وحشه. هو مصطفى بدوي اللي كان معاه المكن، مصطفى اللي كان معاه، هو كان معاه 50 مكنة، ومصطفى معاه 50 مكنة. مصطفى ما عرفش يشغل 50 مكنة بتوعه، قال له ادي 25 لمؤمن و25 للواد التاني اسمه الواحد التاني برضه زميله. فضلت مكنة واحدة اللي كان عليها، ما كانش مكن، ده هم ادوله الورق اللي فيها 25، ادوله الكشف اللي فيه 25 اللي هياخده، ده طلع من ضمن 25، ملوش تعامل معاهم خالص خالص. انه عارفه، عارفه انه فتح دكان بيبيع مخدرات وبيع سجاير فيها حشيش ومش كويس. هو جه في قرعة الكشف بتاعه،
وقلت في الكشف افتح هات الفلوس اللي انا ما حولتها لك، ما فيش فلوس هات فلوس، ما فيش فلوس. كانوا 300 جنيه قلت ام ابوه عمال له ياخدهم من جيبي وبعد عن الواد ده خالص، وهات المكنه منه وخلاص. الشركه اتصلت عليه قالت له المكنه رقم كذا ما بتشتغلش، يقول له بعت لي فلوس. يقول بعت لك فلوس ازاي انت عندك فلوس؟ انا عايز اورد. بيورد يوم بعد يوم، يلم من الناس ويورد تاني يوم في البنك، يلم من الناس يورد تاني يوم في البنك. النهارده كانت تاني جلسات المحاكمه حاجه التالت، دي التالت، دي التالت. نروحنا دي تالت مره نروح هنا، تالت مره نروح هنا. تكبيرة المحاكمة الـ 24/7 ربنا يبرد قلبنا ويرد مظلمته ويريح ويريح قلبنا. مجرمين مجرمين بيعملوا كده على طول على طول، يضربوا حد يموتوا حد، يعملوا عاهل حد ويدفعوا ويدفعوا قرشين وخلاص، وابوه يتدخل ويدفع قرشين وخلاص. شكله ما مش شكله، هي مش شكله يا ولاد، ده اعتدوا عليه من ورا يا ولاد، ده دغدغوا دماغه، دغدغوا دماغه من ورا، قولوا من ورا. وقف واحد يقول هو قاعد اهو، قاعد اهو، ضربه هو وزميله، الاثنين ضربوه، ضربوه في حد في دماغه من ورا، ما شافهمش، ما شافهمش يا قلبهم. انهم يضربوا على دماغه لما صعد في الارض يا البمه، ودسوا في دمه، ودسوا في دمه ابني، دسوا في دمه. ربنا يصبر قلبك يا حبيبي. ورايحين المركز مسكنهم هدومهم وكلهم دم وجزمهم دم، انهم يضربوها فيه لما خلص. ما لحقتوش يا قلبهم، انا ما لحقتوش، ما كلمتوش على ما رحت لتقطع النفس يا قلبهم، كلمه ما يردش علي. ايه اللي بيوجعك يا قلبهم؟ ما يردش علي. حبيبي قلب الام يا حبيبي، هو قلبي وروحي وعقلي، قلبي وروحي وعقلي. كان بيلعب مع الصغير والكبير وولاد اخواته، يضحك معاهم ويلعب معاهم. قال له انت عيل زيهم يا ابني، انت عيل زيهم ما يخلفش حاجة مؤمن ولا هيخلف يا قلب امه. اتقطع نسله والدنيا كبد امه. تلات شهور يا قلب امه، تلات شهور جوزت، تلات شهور جوزت، تلات شهور ما لحقش يخلي. هتتنسي يا قلب امك، هينسوك، انا هموت وهينسوك يا علي، انا هموت وهينسوك يا قلب امك. أكس ذكرى لبمك يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا كبير يا حاج، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا ياخد لك حقك يا حاجه ان شاء الله، حسبي الله ونعم الوكيل. لان ربنا قال ولكم في الحياه قصص يا اولي الالباب، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا ان شاء الله هياخد، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا هو الحق العادل، ربنا هو الحق العادل، ربنا هو الحق العادل، ربنا هو الحق العادل. ربنا يبرد قلبنا، ربنا يبرد قلبنا يا رب. ممكن عنده كم سنة حاجة؟ ثلاثين سنة كملهمش إلا شهور، كمان إلا شهور يا البومو. عز الشباب وزهرة عمره، وزهرة عمره في زهرة الشباب. افرح شي قلبه،
وهنس قد الدنيا تربى بتقله تربى بتقله. ربيهم على الخير والامانه والستر والخير وما يشملوش الشر لحد وما تشكلوش مع حد ما يزعلوش مع حد. مهندس راح الباش مهندس وسابني روح وساب مراته دكتورة قد الدنيا قد الدنيا دكتورة 3 شهور يا البوم ما فرحش. ما راحش عن بالك لحظة ولا عن بالي ولا عن روحي ولا عن عيني كله بص حتة لإيه كله بص حتة في الدرة لإيه كله بص حتة أنا بنامش أنا بنامش خالص أنا بنامش خالص إلا بالمهدئات. أنا بزاي أنا بزاي مبدي نايف هناك هما بياكلوا ويشربوا عايشين وأنا ابني راح في التراب ابني راح في التراب ابني يا البومه راح في التراب كانش يستاهل كده ابدا والله كانش يستاهل كده ابدا ولا جران وكان محب الناس كلها وطبطب على الناس كلها والسلام عليكم عليكم السلام عمره ما زعل حد في الحته الدنيا كلها حزينة عليه الدنيا كلها حزينة عليك يا البوم واللي يعرفك كل ما يعرفك شيء يا البومك حزينة عليك على سيرتك وسمعتك بس يا البوم كان يطلع للأيتام كل شهر لنشغله يطلع للأيتام والله روح طلع للأيتام ودلهم كل حاجة المكتبة وفلوسه ركب كاميرات لمستشفى ما ياخدش اجرته ياخد حق الحاجه بس يروح يحل اي حاجه يعني اي حاجه لله يعملها ما ياخدش اجرته. كان باين عليه حاجه كان سماهم في وجوههم ضحكته ما كانش متفرق وشه ده حقيقة. انا بورد صورته للراجل بتاع الشرطه اللي هو اللي هنا أم أيلي ده ابن موت هو ده قلت لي وين هو أم أيلي ده ابن موت ده ابن موت شوف صرتو استنى أقول لك صرتو شوف صرتو شوف صرتو عاملة ازاي شوف صرت عامل زي وحرح يتنقي العفش يو يبنقي العفش وده هو شوف ده مؤمن حبيب ده هو حبيب أمي حبيبي وروح عين شوف بنقي العفش تقولي له في قبر النهارده حد شوف شوف بقى ده وش شكل ولا وش تقولي له في قبر النهارده حد ده يرحمه ويغفر له وينور امره وقول له زعلانه منك سبتني ورحت ليا مؤمن انا زعلانه منك قوي هنا عليك زعلي وهنا عليك فراقي ما يتعدش على اللي خلقه يا حاج لا اله الا الله هو ما يتعدش على اللي خلقه يعني ربنا جابه لا اله الا الله يعني يمشي بكتبه فصل بدله جديده هو بس كده يوم فرحه دي بدلة فرحه؟ ايه ويوم فرح ونزل من العربية نزل من العربية عشان مش عارف يسلم على حد والعروسة جنبه اما عمل كده هو عشان الناس كلها تشوف كل صورة كل صورة يضحك عمره ما عيط ولا عمره كشر وشه ولا عمره كشر وشه يا البوم عمره ما أثر معاك بحاجة حاجة؟ عمره يوم كتب كتابه يوم كتب كتابه العروسة جنبه يمكن بكتبه شوف مبتسم على طول على طول شوف وفي غردقة في اسمها شرم الشيخ شهر العسل في شرم الشيخ
دي في شهر العسل بتاعه؟ ايوه. بدلة الفرحة. وانا كانت ميلاده قبل ما يموت بثلاث ايام. مراته عاملة له عيد ميلاد وجايبة له حاجات في الشقة. ثلاث ايام قبل ما يموت بثلاث ايام. مفرحش حد. مفرحش يعني نوم. مفرحش. مفرحش. تقولي ايه اللي عمل فيه كده حاجة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اول حسبي الله ونعم الوكيل. انت احسن وكيل يا رب. انت احسن وكيل يا رب. انا وكلتك انت يا رب فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفي اهلهم اللي معرفوش يربوهم. وفي اهلهم اللي معرفوش يربوهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفي اهليهم. زرتيه على المقابر انت حتى اخر؟ كل يوم كنت عنده. كل يوم. وساعات اروح مرة في اليوم. دخلت على سنال بابك بعيد عني. ما جالكيش في المنام يا حاج؟ جالي في المنام. جالي مرة واحدة. قال لك ايه؟ ما قاليش حاجة ونايم والشعرة وقعد جنبه. عمال به. الشيخ متولي الشعرة وقعد جنبه وعمال بيعمل له كده. بيقرا له كده. والراجل لابس الطاقية ولابس الجلابية بتاعته والراجل مستربع وقعد قدامه. وقعد يقرا له او يفسر له. شفتي؟ والله شفته. في المنام. والله شفته. وقعد مع سيدنا الشيخ. والله شفته. كان لابس ايه مؤمن يا حاجة في المنام؟ لابس مش كفن ابيض، لا. لابس كفن قطيفه. قطيفه. مبسوط يعني؟ قطيفه جنب من القطيفه الجميله دي. والراجل قاعد قدامه وقاعد يقرا له وانا شايفاه من جنب. من جنب ما شفتش وش الراجل، شايفاه من جنبه ان هو متولي الشعراوي والجلابيه والطاقيه بتاعت الراجل ده. وقعد بيعمل له كده. ما حضنكيش بقى حاجه في الحلم او كده؟ ما عليكيش. انا زعلان. بعدها جالي الناس كلها وما جاليش. بس الجلسه اللي فاتت قبلها بيوم لما قالوا هيتحكم عليهم ويتحكم عليهم، لقيته وانا صاحية قاعدة كده بالنايمة وصاحية كده، لقيته داخل عليا الأوضة بيعمل لي كده. اصبري يعني. بقول له أمي لا مؤمن جه كذا كذا. أمال بيقول لك اصبري اصبري. حقي جاي. رحنا تاني يوم الجلسة قامت متأجلة. أما عمته وأمه قايلين لي مش هو كان بيقول لك اصبري؟ قلت له بيقول لي عشان كده يصبرني على البلوة اللي أنا فيه. يصبرني قلبهم. حاسس بيها في كل حاجة. ربنا يصبرك يا حاجة وياخد بإيدك. حاسس إن شاء الله يعني يعني قلبي معاك والله. ربنا يصبرك يا رب. مش قادر أعيش من غيره. ويعني وأنت قلتيها حسبي الله ونعم الوكيل. مش قادر أعيش من غيره. وكيل يعني ربنا في كل شيء. تذكري دايما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وناس شافته كتير. نفس كتير هو واخده ايده وعامله كحلاوي. وناس شافته طاير. وناس شافته لابس اخضر في اخضر. وناس شافته انا كل اللي ياكل يشوف حاجه يجي يقول لي. ناس شافته واحد بعمه ولابس جلابيه بيضاء وراجل كبير كده هو عمال يغسل ويلف في الابيض وكده والاوضه نور. وناس شافته قاعد حاطط اكله بياكل الناس. وناس شافته قاعد طير في السما والكوبايات نور وراه. عيال صغيره ما يعرفش يكذبوا. العيال الصغننه اللي كانت معانا دي خاله كان طير في السما والكوبايات بنوره وطايره وراه وطايره وراه. ارض خضراء لابس اخضر
كنا واحدة هنا بتقول لي ده انا شفته الكلام كله طبي. انا جاي نقول لك عشان نصبرك عشان ما تزعليش عليه، تعيطيش عليه، ده كذا ده كذا. قول له شوفوا ده مدفون في الكعبة. دينا متابعينا، متابعي موقع بصراحة الإخباري، يعني مؤمن عريس 3 شهور، يعني ما فاتش عليه 4 5 شهور تقريبا، 3 شهور في الجواز اتقتل بسبب ماكينة فوري في محافظة كفر الشيخ، ضربوه بعصاية بيسبول على دماغه، عصايتين الاثنين كل واحد مسك عصاية، زي ما احنا شايفين كل واحد مسك عصاية، والدته منهارة تماما. قولوا من الشارع اللي ورا خلوه قاعد، هو دايما كان يقعد كده ويحط رجل على رجله ويقوم مكسر. قولوا من ورا ده نزلوا على دماغه، انا شفت دماغه، شفت الدغره، كان ربطت له في المستشفى دماغه، ولما فكوها بقى ودخلوه عشان يغسلوه ده دماغه. فين انهيار والدته؟ يعني حسيت على الضرب على دماغه، بدي اقول له سلامتك يا امك، سلامتك من كل الشر، امك سلامتك، قوم يا ابني قوم، سلامتك 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 يا حبيبي، سلامتك سلامتك يا قلب امك، سلامتك، ربنا يجعلنا ابرار الجنه يا رب، ربنا يحتسب من الشهداء يا رب، ربنا يرحمه يا رب، ارضى عنا نرضي عنه يا رب، يا رب نرضي عنه يا رب، ارضى عنه يا رب، يا رب نرضي عنه، ربنا يرحمه حقك، قلبي وروحي راضي عنه، وعقلي وكل حاجه. مشاهدينا ومتابعينا، ده كان اللايف بتاعنا من كفر الشيخ، كان معاكم محمد مختار وحاتم داوود صحفي من الموقع.